الرواتب أشهد هذه اللافتة ولا أنزعج. آسف جدا إذ أقول هذه العبارة، لأول مرة أرى هذه اللافتة لأنها كانت تذكرني بالعهد الأسود في مصر. ولعل حضراتكم لا تعرفون أنني لأول مرة أطأ مصر من ثلاثة عقود. الله أكبر لله. ثلاثة عقود بسبب هذه اللافتة الصعبة التي تثير شجوني كلما رأيتها ولو على الإنترنت. سعيد أنا جدا بمجيء، وهذه بركات شيخ القرضاوي حفظه الله، عن غير قصد منه، أنني وجدت نفسي في غزة وكانت حلما، وأنني وجدت نفسي في مصر وكانت حلما، وأنني وجدت نفسي في سيناء والعريش وهذه فوق الحلم، ما كانت في حلمي أبدا، فوجدت نفسي بينكم أحبتي في الله تبارك وتعالى. والله إنني لا أعيش حلما، وربي أعلم كم في قلبي من السعادة والنشوة، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يمكن لقبضة سوداء من مصر مرة ثانية أبدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابر العسكر وأن يهلكهم حيث كانوا، فقد أهلكوا العالم العربي باستثناء المستشار المشير سوار الذهب حفظه الله. هذا قطرة الشرف في وجه الشيخ عبد السلام البسيوني معنا الآن من الدوحة. شيخ عبد السلام، أنا سعيد للغاية بانضمامك إلينا لأني محمل بالأسئلة لك. أولا أتمنى لك الصحة وطولة البال، عشان كده ما تنفعلش عليا. ممكن تنفعل عليا يا شيخ عبد السلام ولا إيه؟ لا أنا منفعل جدا الآن وغضبان خالص أنا شديد الانفعال ما شاء الله. شيخ عبد السلام، ابتسامتك الجميلة دي تغريني أن أنا أبدأ معاك بسؤال. يا شيخ عبد السلام، أما نقول اللهم اقطع دابر العسكر إلا عبد الرحمن سوار الذهب، يعني ده دعاء شامل كده، مين اللي يحمينا يا فضيلة الشيخ؟ مين يعني؟ أنت أنا شاكر جدا لحضرتك أولا لطفك. الله يخليك يا سيدي. وشاكر أيضا أنك بدأت بالبداية اللي فيها جملتي أسأل الله ألا يمكن عنق مصر، يعني قبضة سوداء من عنق مصر مرة ثانية. هذه كلمة أنا أصر عليها. حضرتك حافظ في القرآن الكريم فويل للمصلين؟ مش عارف حضرتك حافظها. يعني أنت حضرتك استدركت بعد نهاية الفيديو ولا إيه؟ لحظة، مش عارف. لحظة واحدة يا أخي الكريم. فضل. فويل للمصلين لما أقولها أنا أدلس على الله عز وجل، لأن للفيديو بقية. جاء الإعلاميون إعلامي الضرار الرداحين قطعوا جملة وأخذوها ونفخوا فيها وركزوا عليها وتركوا بقية الكلام. أنا لا أزال أقول إن العسكر مصيبة كبيرة جدا. أريد أخي الكريم أن تفرق بين أمرين. نعم يا سيدي. الجيش والعسكر الحكام. فأما الجيش هو اللي رفع رأسنا يا أخي الكريم في 73، وهو اللي منه عبد المنعم رياض، وهو اللي منه الشاذلي، وهو اللي منه عبد الحليم أبو غزالة، وهو اللي منه عبد العاطي الجندي عبد العاطي وسليمان خاطر. مش دول من الجيش أخي الكريم؟ نعم. حد ينكر فضل هؤلاء؟ اسمح لي، إحنا الناس اجتزأوا الكلام وقطعوه لهوى في أنفسهم. أنا أقول إن العسكر حين حكموا قتلوا البلاد وخنقوها. في ليبيا القذافي عسكري، في سوريا الأسد عسكري، في العراق لا مش الأسد عسكري. أبوه العسكري فضيلة الشيخ هو طبيب. عفوا أنا أعرف أنه طبيب. أنا وأعني عائلة الأسد، رفعة الأسد وحافظ الأسد وعائلة الأسد كلها. اسمح لي، ما لا أريد أن أراوغ، لكن أقول العسكر حين حكموا، حين تركوا الأشلاء والمعسكرات الجيش ومارسوا دورا آخر أخطأوا أخي الكريم. أما إن البلد تحتاج حماة وتحتاج أسودا وتحتاج من يدفع عنها، فهذه بديهة
لا يشك فيها إنسان سيدي، الذي يظن أنني أدعو على الجيش وأقول ربنا، هذا واحد مراوغ وكذاب على الله عز وجل، زي بالضبط اللي قال رب زي أبو نواس: فلم يكن ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. يبقى اللي بيسكروا أحسن من اللي بيصلوا. هي دي لغة الإعلام الآن. الإعلام قسم الناس يا سيدي قسمين، قسم الناس إلى متدينين وآخرين. المتدينين دول ولاد الأرملة كما يقول اليهود، دول إرهابيون وظلميون وكذا وكذا، والآخرون هم النعيم. من قال هذا الكلام؟ لكن أنت عارف فضيلة الشيخ، أنا بس عايز أقول لسعادتك أنه نحن إلى حد كبير لسنا نحن من قام بعمليات المونتاج لهذا الفيديو. هذا الفيديو معروض بهذه الطريقة على اليوتيوب. لا أنا لسه هقول لسعادتك، إحنا بس نعم. إحنا بس عرضناه كما هو، فاتضح أنه كلام بحاجة إلى مذكرة تفسيرية. هو هذه هي الخطورة الآن. حين شرحته يا سيدي، حين شرحته نزعت عنه كل ما فيه من خطورة، واتضح أنه كلام كويس. أنا موافق سعادتك، أنا موافق، لكنه محتاج إلى شرح. إذا أنا شرحت يا أخي الكريم في الكلام، لكنهم أخذوا هذا الجزء ونشروه وتركوا بقية الكلام. هنا هو أخي الكريم واحد، الناس في سيناء صفقوا ورددوا ورائي وأمنوا ورائي وقالوا كل شيء، ما حدش اعترض إلا واحد حب يضرب كرسي في الكلوب، الله يغفر له ويجزيه خير، وجاء الإعلام وطنطن ودندن على هذا. كويس، أنا سعيد جدا بشرحك هذا فضيلة الشيخ. أنت عارف أنا أريد أن أنقل سعادتك على وطنية الناس. أنا عايز أنقل سعادتك لمقالة أنا قرأتها في منتدى ينسبها إلى عام 2006 عن نجيب محفوظ. أنت كاتبها يا فضيلة الشيخ متهيألي. أنا أخي كنت أصدر في جريدة الراية القطرية حاجة اسمها الملفات الملغومة على صفحتين أسبوعيا في السنتر بيج في الجريدة. الملفات الملغومة كنت أعرض لقضايا شائكة تثير لغطا، ومنها موضوع نجيب محفوظ. أنا بقى عايز أقول لسعادتك في موضوع نجيب محفوظ يا فضيلة الشيخ، إنه الكلام اللي أنت كاتبه ده أعاد الاعتبار للإسلاميين، يعني ناحية الإسلاميين كده، لهذا الكاتب العظيم. وأنا متصور إنه اللي أنت كاتبه ده لازم ينتشر على نطاق واسع، لأنه فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني بيقول إن نجيب محفوظ لا زنديق ولا كافر ولا ملحد ولا يدعو للرذيلة، وإن الراجل مفكر إسلامي أصلا. ما أقول هذا، لكنها فبركة إعلامية ضد الإسلاميين. أيوة في جملة أخي الكريم، لما يطلع أحمق يقول كلمة لا أعممها. بعدين في نقطة مهمة سيدي، أول ما نزلوا الخبر نزلوا اسم غلط وعملوني قيادي من الإخوان المسلمين. أولا ما أتبرأ ويشرفني، لكني عمري ما كنت في يوم من الأيام من الإخوان المسلمين. أمال سعادتك إيه؟ حضرتك إيه؟ أخي الكريم اصبر عليا. تفضل. لا في هيئتي ولا في شكلي ولا في دراستي. أخي الكريم أنا عجينة أفتخر بها، درست في الأزهر وكنت من أوائله طوال حياتي، ثم الأزهر بعثني للمدينة المنورة، الأزهر اللي أوفدني فتفوقت ونجحت بامتياز، ثم درست الإعلام وتخصصت فيه من 30 سنة، أعمل في كل المستويات الإعلامية، ثم ألفت 100 كتاب في الثقافة والفكر والشعر والأدب والمسرح. ولعلك لا تعرف أن لي مسرحيات مثلت على المسرح. والله لا أعرف، وقد سرني. أنا متأكد سرني جدا أنني عرفت ذلك فضيلة الشيخ. والله أخي الكريم لي 6 دواوين شعرية، لي 6 مسرحيات شعرية، مثلت منها 2 على مسرح قطر الوطني. أيوة. وجد العربي كان بطلها من القاهرة، واخد بال حضرتك؟ كتبي في الثقافة موجودة، يا سلام. في لكن فكرة وصم الإسلاميين وسبهم وتحقيرهم هذه صنعة إعلامية. كويس جدا، كويس. حضرتك جيت عند مربط الفرس لا فض فوق يا فضيلة الشيخ. قول لي بقى اللي احنا بنشوفهم دول، اللي احنا بنشوفهم على اليوتيوب اللي مليانين حقد وكراهية، ويقول لك النصارى دول كلاب بل أحط من الكلاب، اللي يقول لك ان احنا نفرض الدين بالقوة، ليه احنا في زمن تمكين ولازم ننزل الى الشوارع وان نفرضه فرضا، دول ايه بقى يا فضيلة الشيخ؟ ايه مش اسلاميين؟ اخي الكريم
أخي الكريم بارك الله فيك، تفضل. لما تيجي على واحد يعني طبيب عفوا فاشل بيتاجر بالأعضاء بسببه ألغي مهنة الطب؟ لا طبعا. مهندس بنى برج ووقع بسببه ألغي كل المهندسين؟ قطعا لا. هو ده اللي حاصل بالضبط من الإعلام مع المتدين. يطلع واحد أحمق وفي حمقى في كل الاتجاهات، لا شك في هذا، في مقصرون، واحد يخطئ أقوم أقول الإسلاميون المتطرفون الإرهابيون لا يا أخي الكريم، كل في واحد تطرف اسمه فلان الفلاني، صح، في واحد أساء اسمه فلان الفلاني، أما أعمل تعميما لكل الناس هذا ليس منهجا وليس عدالة وليس قانونا وليس دينا وليس رجولة ولا شرفا في الإعلام، لكنه قمة الظلم. أخي الكريم أنا شخصيا وأباهي وأنا كتبت هذا، على فكرة أنا أعمل وسط غير المسلمين، ربما لا تعرفون هذا، قابلت حخامات وقابلت قساوسة كثيرين، بل إني في نشأتي في بلدي نشأت وسط النصارى ودخلت الكنيسة وزاملتهم وأعرفهم، وكتاباتي سأرسل لحضرتك أرجوك يا سيدي تقول هذا أرجوك. ولم اسمح لي آسف جدا إذ أقول هذا، لم يقع خلاف بين مسلمي مصر ونصاراها إلا لما دخلت الأجندات السياسية وبدأت تلعب بين الناس وتحرش بينهم. عشت 30 سنة جاري المباشر الملاصق لبيتي وكل من بعده نصارى، وعلى يميني كل الناس وكل من بعدهم مسلمون، وكان بيتنا هو البرزخ. ومع هذا أخي الكريم ما كان في أي نوع من لما بدأت لعبة الأجندات في السبعينيات وما سمي بالفتنة الطائفية، بدأ صناعة جو تربصي غبي أضر بأمن مصر وبسياسة مصر وبواقع مصر وبحال مصر، وأساء للإسلام وأساء للنصرانية وأساء لكل شيء. لم تكن هذه مصر يا سيدي، ولا يفعل هذا من يعرف الإسلام، من يعرف الدين لا يفعل هذا ولا يعرفه. يعني سعادتك فضيلة الشيخ تقول بمنتهى الوضوح أنه هذا الذي يسيء إلى أقباط مصر وإلى نصاراها في على اليوتيوب وفي دروسه الوعظية لا يمثل التيار الرئيسي في الإسلام السياسي في مصر إطلاقا. وكذلك النصراني، حضرتك ما تجيش على ناحية وتسيب ناحية، نعم. ما تنساش ان في آخرين يسبون الله علنا ويسبون الإسلام علنا من إخواننا الأقباط ويسيئون، هذا موجود وهذا موجود أخي، لكن الإعلام ينظر بعين عوراء، ينظر هنا ويترك هنا، وهذا ليس إنصافا أيضا وليس منهجا. الذي يفعل هذا من المسلمين غلطان مخطئ، الذي يفعل هذا من النصارى مخطئ، وزي ما قلت لحضرتك إنها اللعبة نزلت في توازنات السبعينيات أواخر السبعينيات للتحريش بين الطوائف المصرية، وبدأت أجندات رديئة جدا من هذا الوقت. لكن والله عشنا مع النصارى، صاحبناهم، كنت أنافس بعضهم ونحن في المدرسة مع بعض وبنتنافس أنا الأول ولا فلان ولا بولس. أيوه. وكانوا بيغلبوك ساعات يا فضيلة الشيخ؟ والله أنا كنت شاطر جدا. قولي فضيلة الشيخ، أنت رأيك يعني قراءتك الإسلامية فضيلتك لفكرة المواطنة، وهي الفكرة التي تبنى عليها الدول في هذا الزمن الحديث القرن الحادي والعشرين، المواطنة، لا مسلم ولا مسيحي ولا هندوسي، مواطن، إيه رأيك فيها؟ كيف تقيمها؟ هذه لا تحتاج يعني فكاكة زي ما بنقول في مصر. أخي الكريم، مصر كان فيها نصارى وفيها يهود وفيها مسلمون وفيها كل شيء، اسمح لي، والناس يتعايشون. فقط لما بتبدأ الألاعيب الناس بيسوءها هذا، لما واحد يعتدي على خصوصيتها، يعني عفوا لما يجي واحد يسب صليب واحد، هذا مخطئ وليس على دين الله، بل رب العالمين نهانا عن هذا صراحة في القرآن الكريم. لما يجي واحد نصراني يسب دين مسلم ما ينفعش،
الناس يتعايشون أخي، لكن القبطي المصري ممكن يبقى وزير، ممكن يبقى قائد كبير في الجيش، ممكن يبقى رئيس وزراء ولا الكريم. ايه اخي الكريم اخي الكريم نعم. انا اريد ان نكون اكثر من هذا شفافيه واكثر من هذا ثقافه. ايوه يا سيدي. الدوله الاسلاميه كان فيها وزراء نصارى من 1000 سنة. ايوه من 1000 سنة. يهود. كان طبيب الخليفه ابن ماساويه يهودي من 1000 سنة، من اكثر من 1000 سنة. يا جماعه ننتبه، مش معقول اللي احنا بنعمله. مصر كان فيها بطرس غالي من قبل، مش كان نصراني ولا انا غلطان؟ ايوه يا سيدي. بطرس غالي الكبير. نعم الكبير. اخي الكريم، الناس بتتعايش والاديان بتتعايش، لا اشكال في هذا. الاشكال في اصحاب الاجنده الذين يحرشون بين الناس ويريدون ان يقلقوا مصر ويريدون ان يدمروها. اطلعهم، اطلعوا فقط، اخرجهم بلطجية الإعلام وبلطجية الثقافة من دائرة تهديد أمن مصر وبلطجية الدين. لكن لكن أيوة كويسة. بص، حكاية بلطجية الدين دي على هوايا، لكن حكاية بلطجية الإعلام مش على هوايا. ليه؟ أقول لسعادتك ليه. لأنك حين تكمم المختلفين معك أو تقصيهم يا فضيلة الشيخ، ولا يتبقى إلا من يتفقون مع رأيك، أي ديمقراطية تكون هذه يا سيدي؟ أي دولة؟ أي حرية إعلام؟ أخي الكريم نعم. الذي يقيد غلطان. وأنا أظن أن الإسلاميين لما حكموا الدكتور مرسي سايب كل الناس تشتمه، بتشتمه بأمه وأبوه. قبل كده كان فيه الإقصاء وكان فيه التعذيب وكان فيه الجلد وكان فيه الرأي الواحد. اسمح لي. نعم. الإقصاء ليس من الإسلاميين. أنا أتحدى واحد قال كلمة ان الرئيس مريض، حسني مبارك مريض، سجن فيها ابراهيم عيسى. لا، ما تسجنش، حوكم. حوكم ليكن، لانه قال انه مريض بس، ما قالش انه ابن كذا وابن كذا وشكله كذا وعامل كذا. الراجل سايب كل الناس يتكلموا ويقولوا الاسلاميون اقصائيون. يا سلام، ما شاء الله على الانصاف. الرأي الواحد اللي حاكم من 60 سنة مش اقصائي. السجون اللي تفننوا في فتحها وتعذيب الناس فيها مش إقصائي. إلغاء الإسلاميين 60 سنة مش إقصاء. هم متحررون لما والإسلام سابوهم يشتموا ويتكلموا ويفعلون ما يريدون، وهم الإقصائيون وهم اللي وحشين. ده الناس بيشتموا بابوه وأمه. ومع طيب هذا طيب الرجل ما تقييمك شيخ عبد السلام أداء إدارة الرئيس مرسي؟ ودعنا نكون أكثر شفافية، أنت راجل تحب الشفافية. أداء جماعة الإخوان وهي على سدة الحكم خلال الأشهر 11 الماضية. أخي الكريم، فضل. العربي قال كلمة حكيمة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ربطته من إيديه ورجليه ورميته في الماء، قل له ما تتبلت، لو اتبلت هتبقى فاشل. نفس القضية. طب سيبوه يشتغل، طب ادوله فرصة، طب خلوا الكابينت بتاعته تشتغل، خلوا الوزارات، خلوا الناس. مولعين الفلول، مولعين البلطجية، مولعين الإعلام، مولعين كل شيء ضد الرئيس مرسي وضد الجيش، بيحرضوا على الجيش. مش هم اللي قالوا طلعوا يسقط يسقط حكم العسكر؟ دي كانت شعار في الثورة ولا مش شعار في الثورة؟ طبعاً أخي الكريم، ولعوا كل حاجة، لكن لما ما بقاش على هواهم بقى هو اللي وحش. طيب ما فيش احتمال يا فضيلة الشيخ، احتمال ولو 1% كده دار في خلط حضرتك كده وانت بتتأمل، انه يمكن الرئيس مرسي ليس هو الشخص المناسب لقيادة الدولة العربية الكبرى في هذه المرحلة؟ يمكن يكون اختيار غلط. أخي الكريم، ومرسي الرئيس جداً. مرسي ليس هو التجربة الإسلامية. الرئيس مرسي ده شخص في نهاية الأمر. الرئيس مرسي معاه كابينت، معاه وزراء، ما فيش واحد بيحكم بلد لوحده. لو حكم بلد لوحده يبقى دكتاتور. وكما يفعل الذين ساسوا من قبل، اسمح لي. لكن هذا الرجل لم يتدكتر، لم يفرض طوارئ، لم يلزم الناس، لم يفعل شيئا. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، أعطوه الفرصة ليعمل،
نمرة ثلاثة، أي نظام في العالم بتدي للرئيس فرصته الأربع سنين بتوعه، نفع نفع الحمد لله نجدد له، ما نفعش إلى حيث طيب. ألقط لأنه يا فضيلة الشيخ أنا آسف، أنت الحديث معك لا يمل يا سيدي، والله أنا مستمتع جدا، أنت راجل متفتح والله أنا مسرور. يا أخي أنا متوتر الآن، متعك الله بالصحة يا سيدي. الله يرضى عليك. الله يخليك. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ أنا بس عندي سؤالين أخيرين، اسمح لي أن تكون الإجابة سريعة ما أمكنك ذلك. أولاً ما شئت الله يخليك. بالشكل الذي تشاء. الله يخليك يا سيدي. أولاً ضرورات السياسة، هل تبيح محظورات الدين؟ لأنه الإدارة المصرية كانت قبل أن تجلس على سدة الحكم كانت وجوهها يعني تقول الربا حرام طبعا وما فيش ربا وإسرائيل كخ وحشة، دلوقتي كل ده تغير، في تصورك هذا طبيعي لأنه سدة الحكم لها قواعد وتفرض التزامات ربما تجعل التحرر من كلام ما قبل الحكم أمرا واردا؟ والسؤال الثاني عن قطر، لكن جاوبني الأول عن الأولاني. السؤال الأولاني سيدي الكريم، أنا أولا مش خبير سياسة وغلط أن أنا أتكلم في السياسة لأن مش اختصاصي على كل حال، لكن يعني اشتم إسرائيل النهاردة استعديها وخلي أمريكا تجيلك وخلي أوروبا الغربية تجيلك وخلي الناتو يجيلك وخلي إسرائيل إن يعني إحنا بنستخف بعقول الناس يا جماعة الخير. هل تستطيع أن تتحلل من كل شيء خصوصا في إطار حالة الفوضى وحالة التهريج والبلطجة والتخريب اللي حاصل وانشغال ولقت الداخل اللي حصله؟ كيف تفتح جبهات مع إسرائيل ومع غيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هادن اليهود في أول الإسلام ولا ما هادنهم؟ طبعا وكتب معهم اتفاقية ولا ما كتبش؟ بدون شك. اسمح لي. سيدنا معاوية في وقت من الأوقات دفع الجزية للروم في وقت من الأوقات، ثم صارت الدولة الإسلامية بعده في أعتى قوتها بفضل الله. ما يستطيعش الرئيس مرسي يجي كده بقرار ويلغي اتفاقات دولية وفجأة تلاقي اليهود فوق راسك بخيلهم ورجليهم والأمم المتحدة معاهم والناتو معاهم وأمريكا معاهم وأوروبا الغربية معاهم. وحكاية الربا طيب يا فضيلة الشيخ أخي الكريم، الربا لا يبيحه أحد أبدا. ما يقول أحد بإباحته ولا أعرف أنهم أباحوه. لا أنا ما قلتش أباحوه. أباحودي لم أسمع يا فضيلة الشيخ، أباحودي تخرجوا من الملة، دي مهنة، دي تهمة فظيعة، لكن أنا قلت إن هم بيسمحونا يسمحونا طبعا طبعا، ده هو ده فلسفتي في الحياة، ما كفرش حد، لكن هم يسمحون بالاستدانة بالربا. نعم. الاقتراض بالربا يسمحون بذلك. يا 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 يعني لو قامت الدول الإسلامية الشقيقة والصديقة بكفاية مصر ما احتاجوا لهذا. أخي الكريم اسمح لي، ده الدور العربي الناقص، كان يجب على الدول العربية الغنية أن تهرع كما فعلت قطر لنجدة مصر، لو أن السعودية ولو أن الإمارات ولو أن الدول الأخرى جاءت وقال زي انت عارف مشروع مارشال بالنسبة لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، سمعت عنه طبعاً حضرتك؟ طبعا يا سيدي طبعا. أمريكا شالت أوروبا بالكامل وأنقذتها من الإفلاس والفقر والضعف ورفعتها الدول العربية. وكأنه فضلتك بتقول أنه بسبب هذه الضغوط ممكن يعني نتحلل وناخد لنا قرضين ثلاثة كده بفوائد. صح؟ لا تقولني ما لم أقل. نمرة واحد زي ما عمل الآخرين. اسمح لي يا أستاذ محمد. اتفضل يا سيدي. لا تقولني ما لم أقل. أنا آسف. نمرة واحد. أنا آسف. اتفضل. سامحني، هذه سياسة مرفوضة تماما. طيب. نمرة اتنين بقول لحضرتك رسالة أنت وجهها وأنت راجل اقتصادي. نعم يا سيدي. أنت قناة اقتصادية. وجهوا للعالم العربي أن يحملوا إخوانهم المأزومين مش بحمل التبرعات يجمعوا فيها مليون مليونين عشر ملايين، ده تهريج. لكن قطر الله يجزيها خير مدت يدها ووضعت 2 مليار او 3 مليار وقالت قومي يا مصر. شوف يا فضيلة الشيخ، شوف يا فضيلة الشيخ، قطر عملت وكذا عملت. قطر محمودة بما فعلته بدون شك،
لا احد يستطيع ان يجادل في ذلك، لكن انا سؤالي الاخير والله القطر انت عارف المثل العربي استاذ محمد نعم يجري بليق ويذم يجري بليق قطر بتعمل المستحيل وتذم ويسبها الذين يسبون انا مع سعادتك لانهم لن يفعلوا فعلها والله يا فضيله الشيخ انا قلت الكلام ده على الهواء مرات من قبل في البرنامج، لكن سؤالي الاخير وارجو ان تكون الاجابه مختصره ما امكن كده. سؤالي الاخير لماذا تحتضن قطر الإسلام السياسي بهذا الدفء؟ ليه في رأيك؟ أول شيء هذا كلام مرفوض أيضا واتهام. الموجودون في قطر، أنا موجود من 30 سنة نعم اسمح لي نعم العلامة القرضاوي موجود من 51 سنة ناس موجودون. السعودية فيها كام 100,000 مصري إسلاميون كثير منهم إسلاميون الإمارات فيها كام 100,000 مصري يا أخي الكريم هذا كلام غلط نعم قطر فيها عمالة مصرية وهم بررة وهم كرام وهم محسنون وهم يكرمون الناس ويحمونهم والله يا أخي أقسم بالله أنا أعيش من 30 سنة في غاية الحرية ما أحد منهم مرة قال لي لما فعلت ولما لم تفعل في الآخر أحولهم إلى آثمين؟ لا أنا ما قلتش آثمين أو سؤالي لم يكن فيه أي تأثيم يا فضيلة الشيخ أنا فقط كنت بقول لسعادتك أنه هناك دفء هذا كلام يتبدى فضيلة الشيخ هناك دفء يتبدى بوضوح بين الدوحة وبين نظام حماس في غزة بين الدوحة وبين النظام الإدارة المصرية الإخوانية هذا واضح للعيان هذا أمر لا يحتاج إلى دليل يا سيدي أخي الكريم مصر يعني آسف جدا قطر تساعد وأنا لا أتكلم بلسان قطر آسف جدا لكني أدفع عن بلد عشت فيها 30 سنة وأعرف أهلها وأعرف أنهم كرام هؤلاء يحمون يا أخي الكريم نعم أنا بقول لحضرتك أنا أعمل بين غير الإسلام بين غير المسلمين تجد فيها الآثيست الملحد تجد فيها النصراني تجد فيها اليهودي تجد فيها السيخي تجد فيها البوذي تجد فيها الهندوسي والناس يتعايشون في قطر صحيح. قطر نموذج رائع جدا للتعايش الإنساني لا تجد حتى في أوروبا يا فضيلة الشيخ بالله. يا فضيلة الشيخ أنا نعم أنا يا سيدي لولا أن وقتي انتهى وأن المخرج يصرخ في أذني أفقدني السمع بالأذن اليسرى والله يا فضيلة الشيخ لولا كده أنا كنت استمريت مع سعادتك أنا آسف جدا أنا استمتعت للغاية فضيلة الشيخ أقول لك ليه لأنك راجل لديك القدرة على رؤية الجمال وراجل شاعر وراجل كاتب مسرحي هذا فضلا عن قيمتك كداعية إسلامي فهذا هو النموذج الذي نحتاجه الحقيقة لبناء نهضتنا العربية والإسلامية أنا شاكر جدا لفضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني الذي شرفنا من الدوحة في فاضل 3 دقائق تقريبا هنحاول ناخد منهم نبضة أو نبضتين للشبكة